السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشار محمد سالم حميد علي السويدي، قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات. حديثي اليوم انشغال الزوج عن زوجته أو انشغال الزوجة عن زوجها بشكل زائد عن الحد، تهديدا مباشرا للاستقرار الحياة الزوجية بينهما، وخاصة في حال عدم وجود مبرر لذلك، لأن الأمر يتطلب ضرورة من الزوجة بتقدير الوضع وعدم ترك مجال للزوج أن يجد مخرج أو لا يكون غريب أكثر من الزوجة، حيث يساعد ذلك من حدة الضغوط على طرفين. لذلك لابد من التعرف على مواعيد وواجبات التي يجب تأديتها، سواء كان ذلك اجتماعيا أو وظيفيا أو غيرها، فذلك سيساعد على ترتيب المواعيد. تتطلب منك مرحلة انشغال الزوجة بالعمل أو بالهواتف أو مع أشخاص أو مع من كان أو من كان يجب عليها التقرب منه واستيعابه. إذا يجب أن تكون المرأة قادرة على فهم ما يريد منها زوجها من نظرة عينه، كما يجب عليها توفير مساحة لا بأس بها لمساعدته على إتمام عمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشار محمد سالم حميد علي السويدي.